اقرأ آخر الأخبار، إيران والسعودية أعادوا العلاقات الدبلوماسية برعاية صينية. اقرأ. Oh my God, I can't believe it. My heart, my heart. خبر عاجل وخطير، الإعلام المصري تامر أمين بيشجع على أكل لحوم الخيول والبغال والحمير. قرب وشوف اللي صار، قرب وشوف اللي صار. الرئيس التونسي بده يعيد العلاقات مع نظام بشار. قرب وشوف أخي بالرسمية. ها؟ ولا ساعة راقدو ولا خبر عاجل، فضيحة بجلاجل، قيام اللائكية في الجمهورية الفرنسية تعلق صحفية بتهمة معاداة السامية. mais bien sûr que vous ne comprenez pas la liberté maudit arabe. احتياطا الله يسامح. خبر جديد إجاني من عصفوري، نضال أحمدية بدها الأرض تتزلزل تحت الشعب السوري. ولك سكوت، شو هذا الشيء الوحيد اللي حكيته؟ بعد شوي بخبرك شو حكيت. في كمان في أكثر كمان؟ إيه إيه إيه. حلقة جديدة، يلا مرة خبريني بوقت النميمة، بخبركم كلكم سوا. مفاجأة غير متوقعة، أخيراً بعد طول انتظار حدثت المعجزة، تسوية سعودية إيرانية. من ينتظر تسوية سعودية إيرانية سينتظر طويلاً. 3 days later. من الرياض وطهران اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية. سيربريز. خلونا نخش على الموضوع. استئناف العلاقات السعودية الإيرانية برعاية صينية وجهود عمانية عراقية. أنا أول ما سمعت كلمة صين رعبت. يما 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 صين. بس بعدين سألت حالي، إذا أنا المواطن البسيط محدود الدخل مغسول الدماغ هيك صار فيه؟ طب الأنكل سام، عمو سام، الشيطان الأكبر، أمريكا شو صار فيها؟ بايدن هل تسمعوني؟ عمو بايدن هل تسمعوني؟ What are your thoughts on Saudi Arabia and Iran re-establishing diplomatic relations, sir? Better the relations between Israel and the Arab neighbors, the better for everybody. عمو بايدن انت فاهم السؤال؟ أنكل طنطن ركز على الضوء، ركز على الضوء. حج عم بيسألوك على السعودية وإيران مش إسرائيل. أصلاً السعودية رفضت استقبال وفد صهيوني ووزير خارجية صهيوني. طنطن بيسألوك على السعودية وإيران، ركز عمو، أنت مضيع عمو، ركز على الضوء، ركز على الضوء. أنا مش عارف، أنا تهت مني، أنا مش أنا. بس يا جماعة اللي عم بيصير مع بايدن طبيعي، الضربة اللي أكلها مؤلمة، بينفول. منيح إنه لسه واقف على رجليه، بينفول. يعني أمريكا كانت متوقعة تطبيع مجاني من السعودية، وكان بدها تقحم السعودية في حرب مع إيران، وكان بدها تضل تمارس ابتزازها على دول الخليج من نوع أعطوني مصاري عشان أحميكم. راح هوب اتصالحوا. painful. بس يا جماعة أمريكا بتضل أمريكا، أكيد هلأ هتشد حالها، تأخذ نفس، تتجاوز الأزمة، تتجاوز الصدمة وترد. So look, as it relates to Iran and Saudi Arabia, we are aware of the reports and would certainly refer you to the Saudis as they are clearly came together with this plan and they will provide more details. But generally speaking to your question, look, we welcome any efforts to help end the war in Yemen and de-escalate tensions in the Middle East region. كذابة و 600 كذابة، وأنا وياك عارفين إنه إنك كذابة، ولك أنت شيطانة، أنت، أنت بتعتاشي على الأزمات والمشاكل، أنت، ولك أنت السوسة، أنت سبب كل المشاكل، جاي تعملي لي فيها ملاك يا شيطان، ولك أنت شيطان، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. نيكولاس، إيه؟ نيكولاس. أبدنا تصوير، آسف كنت بحكي مع الإكس، خلص روحي بحكي معك بعدين، سكري أنتي. لا سكري أنتي. طب نعد ونسكر مع بعض، 1 2 3 ما سكرتي. نرجع للموضوع، شو كان رد فعل أمريكا؟ رحبت بالخطوة. كذابة. خلونا نحكي شوية جد. صح المصالحة السعودية الإيرانية تعتبر ضربة موجعة لأمريكا وإسرائيل، وهالشي بفرح الشعوب العربية، وصح هاي الخطوة تعتبر عثرة في طريق التطبيع، وهالشي بفرح الشعوب العربية، وصح هاي الخطوة تعتبر إسكات لابتزاز غربي على دول الخليج من نوع تفعولنا عشان نحميكم، وهالشي بفرح الشعوب العربية. لكن الشعوب العربية عندها أسئلة، طموحات، طموحات على شكل أسئلة. هل الحرب باليمن حتوقف بشكل نهائي؟ هل هي التسوية رح تكون على حساب الشعب السوري؟ هل رح نساعد لبنان خاصة إنه الدولار وصل 100,000 ليرة ولسه عم بيزيد؟ هل العراق رح ترجع له سيادته؟ والسؤال الأهم، هل رح نسامح جورج قرداحي؟ أنا صدقاً ما عندي جواب على هاي الأسئلة، بس بقدر أختم الخبر بجملة قد لا تسمعوها من حدا غيري، لأنه أنا اللي دخلتها على عالم السياسي. السياسة مصالح. الله الله عليك، الله عليك، شو هالحكي؟ شو هالحكي العميق؟ زيدني زيدني حكي، بخاف عبقريتي يعني تفجر دماغك البسيط. لا 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 تخاف علي، زيدني زيدني. عدو الأمس
هو صديق اليوم وصديق الأمس هو عدو اليوم. الله أكبر، من وين بتجيك هاي الأفكار؟ كيف كيف؟ طيب زيدني كمان، زيدني كمان من علمك، بدي أتعلم. عمرك سألت حالك ليش ما ناكل حمير؟ آه والله ليش ما ناكل حمير؟ ما عمرها خطرت لي، ليش؟ هو إحنا ليه ما بناكلش لحم حصنة؟ ليه ما بناكلش لحم حمير؟ ما عارف ان الكلام بتاعي ممكن يكون صادم شويه لبعض الناس، يقولوا طب احنا ناقصين احنا كمان لحم حمير، احنا على فضل منها. لا يا سيدي مش شرط، هينا بناكل لحم بقر ما بنطلع نحكي مو، وبناكل لحم غنم ما بنحكي ما، وبناكل لحم دجاج ما بنطلع بنحكي ما. ممكن عشان هيك ابيض. المهم نرجع لسؤالك، شو كان سؤالك؟ هو احنا ليه ما بناكلش لحم حصنه؟ ليه ما بناكلش لحم حمير؟ اسمح لي اجاوبك ليش العرب ما باكلوا لحم بغال ولحم احصنه ولحم حمير؟ لانه علماء الازهر طلعوا وحكوا اكل الاحصنه واكل البغال واكل الحمير حرام. ماذا نستنتج من هذا الكلام؟ نستنتج انه انت بامان وما حدا حياكلك. يا نيكولاس عيب عليك، هاي شخصنه. وين الشخصنه؟ انا عم بحكي مع صديقي الحصان، تعال اعرف المتابعين عليك. حصان متابعين، متابعين حصان. شكرا لانك طمنتني. ولو الدواب لبعضيها. كتير ناس شايفين انه تامر امين اقترح لحم الحمير كبديل بسبب غلاء الاسعار، ممكن، بس هاي مش اول مره تامر امين بيجيب سيره لحم الحمير. الزلمه عم بدعينا ناكل لحم حمير من زمان، من 6-7 سنين. لحم الحمير مش مضر، عشان بس الناس اللي بتقولك احنا بناكل ونها ومش عارف، مفيش كلام من ده خالص. الو منظمه الصحه العالميه، بدي ابلغ على واحد رح يجيب لنا جائحه كورونا جديده، تامر امين حنهق كلنا. انا عندي احساس انه تامر امين لما كان صغير ويعطوه روايه دونكي شوت كان ياكلها مش يقراها. تامر امين انت مدمن لحم حمير؟ يا مدمن. عندي احساس انا وفريق العمل انه عندك اشي تحكيه ومستحي، احكي تامر. يا مدمن تامر حبيبي، مش كل إشي تلاقيه على الأرض تحطه في تمك، هي أهم نصيحة كانوا ينصحونا إياها أهلنا وإحنا وصغار. مش كل إشي تحطه في تمك تامر، مش كل إشي بيتاكل يا مدمن. على كل حال أنا مضطر أتركك أنت والأشياء الغريبة اللي بتاكلها، لأنه عنا ياسمين عز. خشي ياسمين عز بدون مقدمات، خشي. يا أنا اسمي رمزي، لو خلفت ابن أو يعني لو جاب خلف أسمي ابني إيه يا أستاذة ياسمين؟ مش أستاذة ولا حاجة، إحنا أخوات يعني. سؤال حلو يا أستاذ رمزي. معروف ومكشوف لو جوزك اسمه رمزي ابن حضرتك أو ابن حضرتك اسمه مبلغ، ليه؟ علشان يكون مبلغ رمزي، فكل ما مراتك تيجي تبعت لك ابنك مبلغ علشان تطلب منك فلوس تفتكر إنه مبلغ رمزي فما تطلبش منك فلوس كتير. لو أنت أستاذ كفاح بنتك هيبقى اسمها قصة علشان تكون قصة كفاح معروفة، ومراتك تتفاخر بيك وبنتك قدام العالم. طب لو جبت ولد هتسميه إيه؟ هتسميه حدوتة، حدوتة كفاح. أستاذ غازي بيسألني أسمي ابني إيه يا أستاذة؟ ما فيش داعي يا أستاذة، إحنا كلنا إخوات. شوف يا أستاذ غازي، أنت تسمي ابنك مشروب، مشروب غازي، عشان زوجة حضرتك تبقى تفتكر إنها تجيب لفرعونها إزازة بيبسي مع الأكل. لو اسم حضرتك حسن يا أستاذ حسن، تسمي ابن حضرتك قرض، قرض حسن جه، قرض حسن راح، عشان زوجتك تفضل فاكرة القروض اللي حضرتك خدتها عشان تتجوزها وتستتها. أما لو اسم حضرتك طه، تسمي ابنك أع، أع، وبكده يبقى اسمه أعطاها، وبكده كل ما زوجة حضرتك تنده عليه هتفتكر كل الحاجات اللي فرعونها أعطاها ليها. أما بالنسبة لمهندس طارق اللي بعد بيسألني أسمي ابني إيه، واضحة يا باش مهندس طارق، سميه زود البنزين ما يهمكش. لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا اسمك عز تسميش بنتك ياسمين لأنه شفنا النتيجة. المهم يا أستاذي ياسمين عز، عندك إشي تاني ولا ننتقل لخبر تاني عندك؟ ما ينفعش تكلمي جوزك في التليفون فرعونك وانتي حافية، حافية القدمين ما ينفعش. ليه بقى؟ ليه؟ احكي لي ليه؟ بدي أعرف ليه، عندي فضول، احكي لي ليه؟ بيقولك لو كلمتي جوزك وانتي حافية الكلام يطلع من رجلك، لكن لو كلمتي جوزك وانتي لابسة حاجة في رجلك الكلام يطلع. واضحة، من الشبشب لا؟ ولا الكلام يطلع من قلبك. الله، هتكلمي فرعونك في التليفون ازاي؟ انا مش هكلفك ومش هضيع وقتك، انتي هتلبسي حلتك، تلبسي شبكتك، تلبسي جزمتك على جلابيتك عادي جدا، تقعدي على الكرسي تكلمي. اهم حاجه في الموضوع ده كله يكون في ايدك اي غوايش او خشخيش، اي حاجه بتخشخش. طب ايه كمان؟ لازم تشمري حتتكم، لازم حتتكم تشمريها مدام مع الغوايش والخشخشة، وانتي بتكلمي جوزك لازم تشمري كمك حتة كده، أجمل إحساس. أنوثة، أنوثة أيا كان لابسة إيه، حتى ولو على البيجامة أو الجلابية، واحكيلي المكالمة طلعت إزاي وهتدعيلي. على سيرة الإعلام والصحافة، قناة فرانس كانت فانت خاتخ، فرانس 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 فانت خاتخ،
فرانس 24؟ فرانس 24، هذا اللي عندي 24 وكبيركم. ويا سيدي فرنسا 24، هيك اسمكم من يوم طالع. قناة فرنسا 24 شو عملت؟ علقت عمل المراسلة الصحفية ليلى عودي وفتحت تحقيق معاها بتهمة معادات السامية. بالله فرجوني، حابة أشوف ليلى عودي وهي عم بتعادي السامية، فرجوني. نعلم نعلم بأن هذه سليخة نخلو باش يدور يشير تامعبير لي يعني الله يسامحك يا زميلي، مش معناها إذا الاحتلال والمستوطنين والقطعان عم بيسبوكي وبيهددوكي وممكن يجي يوم يغتلوكي لا سمح الله معناها الرد عليهم، لا، هي معادلة السامية. ليه؟ لأنه فرنسا اللائكية قيم الجمهورية هي اللي بتحدد شو يعني حرية وشو اللي مش حرية. فرانس 24 هم اللي بيقرروا، يهددوكي عادي، يقتلوكي عادي، يمارسوا عنصرية وتطرف ضدك عادي، فصل عنصري عادي، تطهير عرقي عادي، إجرام عادي، قتل أطفال عادي، مسبات عادي، إهانة عادي، فوقية عادي، فاشية عادي، بس تدافعي عن حالك بمنشور فيسبوك لا، معادلة السامية. أدخل أخبار دقيقة في دقيقة. قبل ما يدخل خالدي، شو رأيكم الأسبوع الجاي تكونوا أنتوا خالدي، أنتوا تكتبوا أخبار دقيقة في دقيقة، أكتبوا لنا أخبار ساخرة بالتعليقات وإحنا رح نختار منها. أدخل خالدي. مساءكم مزين بألوان البطيخ. صرحت السلطة الفلسطينية بأنها تراجعت عن نيتها سب الاحتلال، وذلك لاقتراب شهر رمضان المبارك، وأكدت أنها ستكتفي ب اللهم إني صائم. عاجل، الإعلامي المصري تامر أمين يأكل محرك سيارة BMW بعد علمه أنه بمئة حصان. قالت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن الاتفاق السعودي الإيراني لن يدوم طويلًا لأنه ميد إن تشاينا. بعد رفض الأكاديمية الأمريكية للسينما طلبه إلقاء كلمة في حفل الأوسكار، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي يسقط حكم الأوسكار. ذكرت صحيفة صهيونية أن حكومة الاحتلال تتهم الولايات المتحدة بتمويل الاحتجاجات الجارية ضد الإصلاح القضائي. خالدي، هالخبر صج، وصراحة ما استبعد إنه يكون مخطط صهيو أمريكي. والله يسقط بالفور. يسقط. انهي. كان معكم أحمد الخالدي وأخبار دقيقة في دقيقة. يسقط بالفور. شكرا خالدي. عسيرة خالدي، خالدي من الأردن بس مرته تونسية، عسيرة تونس. الرئيس التونسي عنده رغبة إنه يرجع العلاقات مع النظام السوري. ليس هناك ما يبرر ألا يكون هناك سفير لتونس في... خلص ما تكملوا الفيديو، بطئوا رح يجلطني. أنا بحكي شو بده، أنا بحكي عنك. باختصار، قيس سعيد بيسأل ما المانع نرجع العلاقات مع الدولة السورية؟ شفت سهلة، بداش هالمطمطة. ما رح أحكي لك إنه المانع هو الشعب السوري اللي ضاق الأمرين من بشار الأسد، لأنه أنت بشعبك من السائل بتسميهم خلايا سرطانية فرح تهتم بالشعب السوري. بس برضو رح أعطيك مانع، النظام السوري الآن حالياً يتربع على عرش تجارة الكابتاغون، فأنت لما تعمل علاقات معه أو ترجع علاقات معه أنت أعطيته سوق جديدة اللي هي تونس. مش مهتم بعرف، بس على الأقل أطلب نسبة، مش نسبة من المصاري، نسبة من الكابتاغون. بركي صرت أسرع. طبعاً بمزح، المخدرات إشي سيء ومدمر، بعدوا عنها وعن اللي بروج إلها وعن اللي بيتاجر فيها. واسألوا الأردن أكم من واحد ضحى بروحه عشان يحمي الأردن من الكابتاغون اللي جيتنا من سيد الياسمين اللي بدنا نرجع العلاقات معه. ما هو ما المانع مدام إن بابليك وفيش فيلينجز، واي نوت. ماذا نستنتج من هذا الخبر؟ إنه قبل ما تطلعوا بقرارات اقرأوا أخبار، اقرأوا تاريخ، اقرأوا كتب. ما هي مشكلتنا إحنا العرب إنه ما بنقرأ. اقرأوا ماذا قالت هيلاري كلينتون، بظنش بتكذب، وزير الخارجية وتكتب مذكراتها في كتاب اسمه كلمة سر. اقرأوا شو قالت. اتفقنا نحن والإخوان المسلمون إعلان دولة إسلامية في مصر يوم 5/7، وفوجئنا أن الجيش المصري قبل عدة أيام قلب الطاولة وأنهى حلمنا. لا
ريتها ايدي انكسرت قبل ما ارميكي يا هيلاري، سامحيني. واحد، هذا الكلام مش موجود بكتاب هيلاري كلينتون. اثنين، هذا الكتاب مش موجود، مش انه مش موجود عندنا، لا لا، هو الكتاب هذا مش موجود، مزيف، مش موجود، مش موجود. ثلاثة والأهم، هذا رئيس المخابرات الفلسطينية السابق، رئيس مخابرات مش مميز بين بوستات فيسبوك وكتب مش موجودة. الحمد لله أعدائنا بأمان. ما رح أرد عليك غير بجملة قرأتها بكتاب لبوش الأب عنوانه يا ما تهدي السواهي دواهي. الجملة بتقوله رح أقتبس سلطة تخبيص من الجندي للرئيس. أكيد هلأ خاطر ببالكم سؤال، المذكور أعلاه من وين جاب هذا الكلام؟ أكيد كان قاعد مع مروة الحراتي بعدة نميمة. دوركم. هذا يا جماعة من لأنتو نضال أحمدية طالعة بمقابلة هذا الأسبوع، فبالمقابلة هي بدها تهين أصالة نصري، هنا في بيناتهم عداوة يبدو، فبتقوم شو بتقول؟ أصالة نصري بتشتري تياب من البالي، البالي اللي هي ما بعرف شو ممكن تكونوا بتسموها وكالة البلح أو البالة أو تياب مستعملة يعني. أنا هون حسدت لنضال أنه قدي بده يكون الإنسان هيك منفصل عن الواقع وواهم أنه مفكر أنه بال2023 هذا الموضوع إهانة. قصدي أول شيء في ناس ما عندهم خيار غير يشتروا من البالي، واللي عندهم خيار وبيختاروا يشتروا من البالي بيعتبروا انه هو عم بياخذوا الخيار الاحسن اقتصاديا، اخلاقيا، صديق للبيئه. فما بعرف يعني اذا الهدف كان الشرشحه، انا بالنسبه لي فشلتي، بس وين الشرشحه المضبوطه لما طلعت حكيت بهاي الطريقه؟ انا بحب لبنان، بحب اللبناني، ما بحب السوري يشتغل لبناني هون بلا شغل. ان شاء الله كل حدا بيتعدى على لبناني ان شاء الله بتزلزل فيهم الدنيا، اما يجي الاخر يحتل أرضك وميتك وكهربتك وشغلك وفرص عملك. الله يلعن هيك مشاهدين حقيرين خونة. والله يا جماعة ما بعرف، لحظة، في شغلة حاسة لازم أوضحها. تقبروني، بعرف إنه نحن مقتنعين إنه هن السوريين بيروحوا بيلقطوا شغل وبيجمعوه، إنه ما بعرف مفكرين الشغل بوكيمون سأجمعه هالآن. على عكس هذا المعتقد السائد، مش هيك الوضع. هن السوريين بيشتغلوا عشان شو اسمه هيدي، يعيشوا يعني، مش إنه هن عم يستهدفونا لما يحاولوا يشتغلوا أبدا. بتنجن. وبقى تقبريني نضال، أنا كمان في شغلة ما حبيتها منها ومن غيرها، بحس وكأنهم عم بيحاولوا شو يعملوا، يملصوا الطبقة الحاكمة من مسؤوليتها وذنوبها ويحطوا كل شيء بظهر اللاجئين. هالحركات قديمة وأنا ما بحبها، وعلى أساس ما بتحب المستعمل. شيلونا شيلونا من هالسيرة. من كم يوم بمقابلة مع أمير طعيمة، هو شاعر وبيكتب أغاني، فهو اللي كاتب غنية أليسا وسعد المجرد. بيجي المذيع عم بيقله إنه شو ردك يعني، أنت شو تعليقك على إنه الناس عم بيطلبوا منكم إنكم تعتذروا على هذا العمل وتسحبوا؟ بيقوم بيقله للصراحة أنا ما شفت من سعد المجرد إلا كل خير. تقبرني أنت ضروري يغتصبك إلك يعني لتعترض؟ طبعا مش هتشوف منه لك الخير، ما هن الناس بيعملوا الاشياء مش منيحه بالسر. حبيبي انت حظك حلو انك امير مش اميره. انا مش فاهمه، كل ما واحد بده يدافع عن مغتصب عن معنف بيطلع بيقول لا والله بالشغل منيح وادمي وبيلبس بدله ومرتب وريحته هول الاشياء السيئه بنعملهم بالسر يعني. انا بتطلع علي بقول سبحان الخالق، قمر، شعر، جمال، اخلاق، هضامه، بس شو بيعرفكم؟ مش يمكن انا اكون بالسر مثلا بفضل المنسف على الدجاج او باكل ملوخية ناعمة؟ ما فيكن تعرفوا ورا البواب شو فيه. بس على كل حال ما قلنا عليها أصلا شو فيه ورا البواب. تصطفل على الناس، كل واحد حر بحياته. وهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. بتعرف شو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا بتعرفوا فيديو الأسبوع. شكرا بفرحة. أنا كنت بس بحب واحد كان متجوز، رحت الشيخ وقال لي عامل لك قلب وخليه يحبك وهياخد مني 10,000 جنيه، وفعلا اديته 10,000 وطلق مراته واتجوزني. لا حول ولا قوة إلا بالله. وعشت معاه يعني أحلى سنتين في حياتي، وخلفته منه بنت، وبعدين معاملته اتغيرت معايا وسابني ورجع لمراته الأولانية طبعا، وعرفت انها راحت لنفس الشيخ. ولما رحت للشيخ قال لي ده شغلي واكل عيشي، بس انا عادي ممكن ارجعه لك، بس تاخد منك 30,000. لا حول. هو ياخد منك كام؟ 30,000. ما شاء الله. طب ما تدفعي له 30,000. ما انا مش معايا الفلوس، فقلت اخد قرض. في ناس بتقول ان القرض حرام، بس لو حاجه ضروريه مش حرام. ثواني، هو انت بتسالي القرض حرام ولا لا؟ ابليس انت بتعيط؟ دموع الفرح. أنا هلأ مطمن عليكم، خلص مطمن عليكم، بشوفكم بعد رمضان. فخور وين وصلتوا يا بشر؟ كان معكم نيكولاس خوري، مروة الحراتي، أحمد الخالدي، جاسم العلي، فريق العمل الصليت الإخباري، واحد واحد لنا لقاء آخر في رمضان. كل عام وأنتم بخير.